عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة ملوك ساد على اليوتيوب. النهاردة معانا قنوات جديدة عبر القمر الصناعي النايل سات. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة قنوات تايم زمان وقناة حكاية وقناة مسلسلات جديدة على القمر الصناعي النايل سات. طبعا النهاردة هنتكلم مع بعض عن القنوات دي. طبعا القنوات يمكن استقبالها وبكل سهولة عبر القمر الصناعي النايل سات فقط. النهارده هنتكلم عن ترددات القنوات. القنوات يمكن استقبالها بجميع انواع الاجهزه سواء كان عندك الصفر عادي او الصفر اتش دي. طبعا الثلاث قنوات دول يا جماعه ظهروا على تردد واحد، تردد قنوات حكايه وتايم زمان وقناه مسلسلات. ترددهم هيكون 12563 12563 مع معدل ترميز 27500 والاستكتاب هيكون حرف الفي عمودي. طبعا التردد ده للاسف برضه تردد حزمه شرقيه يعني ما بيشتغلش في دول المغرب العربي، اما باقي الدول سواء كنت في اي دوله عربيه فيمكن استقبال ومشاهده هذا التردد بكل سهوله. ده التردد الخاص بالقنوات الجديده قناه تايم زمان وقناه حكايه وقناه مسلسلات قنوات جديدة كلها على تردد واحد على القمر الصناعي النايل سات. هنقول تاني التردد يا جماعة، التردد هيكون 12563. طبعا في أجهزة بتنزل التردد 12562 63، آخر رقم ده يا جماعة ما بيفرقش ما بيغيرش أي حاجة، تمام؟ الإشارة واحدة والقنوات واحدة، يبقى التردد هيكون 12563 مع معدل ترميز 27500 والاستكتاب هيكون عمودي، ونركز في كلمة عمودي دي علشان في اتش وفي في، بنختار حرف الفي اللي هي رأسي أو عمودي. ده التردد الخاص بقنوات طيب وقناة حكاية وقناة مسلسلات اللي ظهروا على تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات. في النهاية يا ريت الناس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.